بس الليل واخره ده بالذات عمل كده لازم نخليه كده على جنب. مدام رباب حسين ربنا يديها صحة وطولة العمر، انا بسميها امي وانا ماشيه من المسلسل ده، انا كميه العياط ماسكه حضنها مش قادر، بقول لها انا مش هشوفكوا تاني هتوحشيني، وحضن وانا وهي عمالين نعيط عياط عياط من القلب، انا مش مصدقه ان انا فركش. يعني انت مثلا ساعات كان يجي لي فركش اقول اشهد ان لا اله الا الله الحمد لله المسلسل خلص. لا لا، انا المسلسل ده عياط هستيري واكتئاب وحزينه حزن ان المسلسل خلص. حزينه. هو كان مسلسل رائع رائع بكل العمل، كواليس العمل والقلب الحلو النظيف صدقيني بيبان في الاخر في الشاشه، بيبان 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 بشكل مش طبيعي.